الإحسان ركن واحد. تحت هذا الركن عبادتين مرتبتين. ركن واحد. ركن واحد. لكن تحت هذا الركن إما عبادة مشاهدة أن تعبد الله رغبة وحب وشوق فيما عند الله. يعني أقوى دافع يدفعك للعبادة الحب والرغبة والشوق فيما عند الله. كعبادة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله حتى تتفطر تتشقق قدماه من طيلة ما يصلي عليه الصلاة والسلام. أقوى دافع يدفع للعبادة الحب والرغبة والشوق فيما عند الله. إذا لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن أن تخرج عن المرتبة الثانية. مرتبة الخوف، مراقبة، يعني أن الله سبحانه وتعالى لابد نخاف منه. ما هو الدليل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان؟ ما هو الدليل؟ حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل يا راجل أساقي محمد